المفاوضات المناخية كما سبق وحكينا دور بين مجموعات دولية مفاوضة وتحالفات في إطار الاتفاقية الإطارية حول تغير المناخ من عام 1995. كل دولة عضوة بالتوقيع والمصادقة على الاتفاقية تكون ممثلة بمجموعة مفاوضة وطنية رسمية ومتكونة ممثلين عن القطاع العام والخاص، خبراء، مجتمع مدني ونقابات. أما هي توا نحكيو على الفريق المفاوض التونسي اللي يتم تعيينه كل عام من طرف نقطة الاتصال الوطني للاتفاقية الإطارية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، والدولة التونسية اللي يتمثل دوره في تنسيق بين أعضاء الوفد الرسمي المفاوض وهيئة الاتفاق للمناخ، والعمل على تنسيق الدائم والمتواصل مع كل الأطراف المعنية قبل وأثناء وبعد المشاركة الرسمية بقمة المناخ. تركيبة الفريق المفاوض اللي لازم تكون ثابتة ومتماشية مع أولويات الدولة، إلا أنها من عام لعام عددها يتغير. يتكون الفريق المفاوض التونسي أساساً من مسؤولين حكوميين ممثلين عن الوزارات المعنية بملف التغيرات المناخية، كما الوزارة المكلفة بالبيئة والوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالطاقة ووزارة المالية ووزارة الخارجية، وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني من نقابات وجمعيات بيئية تونسية وناشطين بيئيين. يشارك ممثلين الوفد الرسمي التونسي المفاوض في اجتماعات المجموعة المفاوضة اللي تنتمي لها تونس، كما المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية ومجموعة 77 والصين. يتمثل دور أعضاء المجموعات في حضور والمشاركة في الاجتماعات الإعدادية للمجموعات المفاوضة اللي تدوم على جمعتين، الجمعة الأولى تقنية والجمعة الثانية سياسية، مع حضور وفد رسمي دبلوماسي. تدخل الاجتماعات هذه صبغة رسمية وغير رسمية، ويشارك فيها الوفد الرسمي التونسي من خلال تقديم وجهة النظر ومناقشة الأولويات في وسط أو بين المجموعات المفاوضة من خلال ممثلين في المجموعات، وذلك بهدف الخروج برؤى موحدة تخدم الدبلوماسية المناخية المدافعة عن مصالح الدولة التونسية. لكن قاعدة المشاركة التونسية متواضعة اللي لازمها تتطور، وين لازم يتم إعداد جدول أعمال المشاركة ومناقشته مع أعضاء الوفد الرسمي إثر انتهاء الدورة السابقة من المؤتمر لضمان حسن الإعداد.